السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحيحه؟ كلشي بخير. تحيه خاصه لكم بزاف بزاف، راه كنبغيكم من القلب. معاكم مينا الشايد ميه. اليوم راني غاديه نتقدى ونديكم معايا ان شاء الله، تشوفوا بعويناتكم وتسالوا. انا مشيت غاديه نتقدى، صورت لكم غير الطريق من غادي للمغازه نتقدا. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ونتمناكم قبل ما تكملوا الفيديو ديروا جيم وصيفطوا كومونتير زوين لمينا الشايد ميه، باش تبقى تحط لكم ديما الجديد. الله يجازيكم بخير، شكرا لكم بزاف بزاف يا المتبعين ديولي، راه كتبغوني من القلب. وتحيه خاصه لكم بزاف بزاف، وتانا راكم عزاز وراكم في القلب. والله العظيم انا ندير لكم شي هنا، مشيت لكوفغاما واني ما صورتش، مشيت لكوفغاما قريت، مشيت نشوف شي كراسه واش حاطه شي بروموسيو في السيز. الساعه دايرين بروموسيو بانت بخصه، بانت بخصه مع كرسي كيدير 80 و ما ناقصين فيه والو. وانا رجع مشيت تقديت وجيت صافي، دخلت لهدرت فيها دوره فيت في وخرجت. كوفغام على حسب الكراسه، الساعه بالي داكشي غالي خيالي، شي كراسه بغيت باقا ما نقصوش فيهم بزاف. وانا رجع مشيت للمغازه تقديت وجيت للدار ديالي، قديت معاكم نويفيرال كوميسيون في نويفيغا. وهاني معاكم الخوت يا الخواتات، وكنبغيكم من القلب. ديت غير الطونفيله الصغيره هي اللي كتعجبني كنتقدى فيها، هي اللي ديت، ما كنحملش ندي داك الكبيره في التقدي هذه، كنمشي بها هنا كنمشي بها هنا. وكتهز ليا هذه، عندها الكفر كبير، كتهز ليا الماء، تهز ليا كل شيء. وتقديت الماء، تقديت قول التقديه ديال تقريبا 15 يوم وفيت عليه، باقي عندي التقديه وجدت ثاني تقديه اخرى. كاين الحوايج فيهم بروموسيو، ديما خصك تشري جوج ثلاثه الحوايج كيكونوا ناقصين فيهم بروموسيو، مشيت تقديت. او ضروري خاصني الصابون، خاصني البيض، خاصني بزاف الحوايج، العصيرات للدراري مع تبارك الله كيفيق الصباح كيبغوا باش يفطروا، العصير بالفيتامين ضروري اللي عند الوليدات. راه واخا حنا ما كناكلوش الحلاوه، راه وليداتنا كيشربوا الحليب، كياكلوا دالون، كياكلوا شي البسكوي، ضروري اللي عنده وليدات ضروري تهلا فيهم، ماشي يقول لا. ودركا انا دخلت للدار، دخلت الكوميسيون ديالي وتبارك الله كي الكوميسيون، والله العظيم نعييت بالجميع. الما درته في البلاكار بوحدو، الحليب في البلاكار، لي بات في البلاكار، والله العظيم جي تجمع داكشي كلشي تبارك الله. جت الما بزاف، وكيبان لكم واحد الما، هاد الما هذا والما زوين، هاد والما راه رخيص، راه كاين في ليد رخيص كناخذ. وانا اش كندير فيه؟ غنوريكم اش كندير فيه. كنديرو عصير كيجي واعر، ما تشبعوا منه. وهنا هاني كنجمع معكم الكوميسيون ديالي، من بعد ما جبتو غنقاد كل حاجه بلاصتها. انا بقيت بكبوط ما حيدتو كاع، وجدت السلغيه للدراري حاطين بروموسيون، تا هو جبتو، جبت شي تاع الديسير ضروري. مره مره ما كتغدي كتبغي شي تفيفيحه وشي بعويد شي بنانه بحال هكا، واش غادي نديرو؟ ضروري من الديسير تا هو يا ضروري، من واحد مني ياكل يبغى ياكل شي ديال الديسير بحال هكايا. والله لو بغيت نشارك معكم فيديو ديال التقديه ديالي، انا كنتقدى كل 15 يوم بحال هكا، وكيبقى لي التقديه. انا كنجيب كلشي بزاف باش يبقى لي ديما نكون بنشري. اليوم تقديت بزاف، علاش؟ كان ما بقاش عندي بزاف صافي، مع جوج قول قريبه 3 سيمان ما تقديت والو، كان باقي عندي شي حاجه. وانا كيقول لي راجل نهار تخرجي تقدي بلا ما تخرجي، عسري قال لي تقعدي في الدار ما تخرجيش، قال لي نهار تخرجي راكي كتسيزيها عليا. انا ملي كنخرج ما كنشوف لا الثمن لا حتى شي حاجه، كنبقى نعمر الشاريه اللي بغات ليا عيني، نبقى نهز نهز وصافي. هنا شريت دالون كل ولاد، كل واحد اش كيبغي، ماشي كياكل يا دالون بحال بحال، كل واحد اش كيبغي. جبت ليهم في الشكال، وجبت الطون، تا هو الطون حاطين بروموسيون. الفرماج غابي كنجيب بزاف، ومع راجلي عيان ما كيهز الثقل ما والو، ملي كنخرج كنجيب كلشي داكشي اللي خاصني، باش ما نبقاش نخرج دائما دائما كنا بس سيرجي بحاجه سيرجي بحاجه. كداك الكوميسيون كيجي كيطلع لك الدم، كنا باغي المغازة بحال قاعدين حنا في دوك الحوانت تاع البلاد، كنا بجيب حاجه جيب حاجه. لما كناخذ نخرج كناخذ بزاف، وكندخل بلا ما نبقى كنا بنخرج. تبارك الله عندي جوج فريغوات كنعمرهم، وكنقعد نرتي كم خواطر كنخرج، من ما كنحسب كاع شحال من يوم وكنخرج. هادشي اللي كان الحمت واجبت الصباح ما درتش عليه فيديو، جبت اللحم، جبت الدجاج، جبت الكفته، جبت لادان، كلشي داكشي اللي كياكلو ولادي جبتو، جبت الحوت، جبت كلشي.
ضروري كنجيبو داكشي اللي كياكلو الدراري هنا، العصيرات، لي بات، كسكي فولا ميزة. شريت هذاك البريكات ديال الحليب والشوكولاته، ما كيبغيهم الدراري يفطروا بهم مع الصباح. هنا داكشي اللي كان باقي في الفريكو كان قاد باش نقاد الاخر. انا شاري هاد البانيه زوين، هاد البانيه عمليين في الفريكو، كيخلي الفريكو نقيه. هذا دالو اللي بقى هنا كنجمعو بحال هيك. ولا هادشي اللي كاين هنا كنجمع فرماج، راني كناخد بزاف معنا، عندي ثلاجه كبيره، كنقول اللهم ناخد كلشي بلا ما نبقى كنا بخارجه جايبه حاجه ما كنحملش. حتى كنجيب داك 20 باكيه حتى كتكمل، كنعاود نجيب 20 اخرى تانيك، وكنجيب فرماج مزغايل اخر تانيك، راه باقي عندي ما جدوش. وهادشي اللي كاين اخواتاتي، ضروري من التقديه اللي عند الوليدات ضروري. اش غيدير، هادي هي حسنه الحياه. هادشي هذا الفرماج ديال الشاندويشات كناخذ فيه بزاف حتى هويا، بحال اللي دخل بحال اللي دخل بحال هكا معاك. ياكلوا في لاكونتين، انا ولادك ياكلوا في لاكونتين، واخا كياكلوا في لاكونتين ما حنا عندنا شويه الماكله، حنا العرب في لاكونتين كما كي الدراري ما كتعجبهمش ديك الماكله بزاف. هادشي اللي كاين كيدخلوا ضروري كيديروا الشاندويشات ضروري، ملي كيدخلوا من اللي كل كيجي مجوع كياكلوا. وانا بعد ما ساليت الفريغو ديالي ساليت جمعتها هي هادي، ونتمنى الجميع ديالي يعجبكم. وهنا دست معكم البرودويات اللي شريت، خط بزاف ديال شهر وفايت شهر، لقيتهم بخوموسيو وخط فيه بزاف ديال الماشينه ديال الفيسر، كان باقي عندك التخايضه في البروموسيو باقي. خط هادشي كلشي كيغسل الدوش زوين، هاد البرودويات زوينين، ترشي على الدوش على الغاز على كلشي، وكتخليهم وتمسحي بالشيفون ما تهلكي كاع ليدك بقوه الحكان. هذا جافيل كنغسل به الطابلات، وهادشي كيعجبني ريحه جافيل. انا ليديا هالكام غير بجافيل، والله العظيم هالكام غير بجافيل. هذا تو اريال ليكيد زوين، وهداك اريال تا هو للفوق، هذا اريال خط فيه جوج، لقيتو بروموسيو تا هو زوين. وضروري ملي كتخرجي تقدي اللي لقيتها شويه فيها التخفيض كتاخدي فيها بزاف. هذا تا هو لقيتو فيه التخفيض ثلاثة، دو اشتي ان كارتويت خط فيه ثلاثة، تا هو زوين. هذا راه ديري غير وحده في الماشين، هذا راه كيدو راه كل وحده قريبا فيها كدي شهر. وهذا جايبين حشاكم تاع التواليت، عزكم الله، انا نموت على جافيل في التواليت، كل صباح نسيقها ونكفها جافيل، كيعجبني. هذا لي ليكيد ديال لافيسال، حيت كنحطو حدا لافابو، ولا كانت شي كاميله كبيره، ولا كانت شي طنجريه كبيره، ضروري نغسلها باليدين. راه عندي الماشينه لافيسال، وانا كتغسل لك غير الحوايج الصغار بحال الفورشيطات. هذا ديال مسيو بخوب ديال لارت، هو ياخد فيه واحد كبير واحد صغير. هذا تا هو قال لك زوين، يلاه شتو مره ما شريته اول مره. جافيل ثلاثه البرامل كي قال كيغسل الجلج كيخليه بريي، جافيل انا مضروب عليه شريت ثلاثه. وهذا تا هو مسيو بروب، تا هو زوين لارت هوايا. ودي حاشاكم هادي ديال اللاجات اللي كنديرو مع الحوايج باش ما يتخلطوش لنا الالوان. هذا واحد الجال ديال الشعر ديال الدراري شريته للدراري، الصابون وداكشي كتشريته في البخوموسي عندي بزاف. هذا حاساكم باب التواليت، هنا الحليب الماء العصيرات اللي بقاو. وهنا تحيه خاصه لكم بزاف بزاف المتبعين، وكنبغيكم من القلب. هذا هو العصير اللي كندير بالحامض، والحامض والنعناع، وكنكب عليه هذاك والماس. هذا والماس هذا راه ما فيها لا سكر لا حتى شي حاجه، علما فيه واحد شويه تاع الغاز، وكتكبوه تما وكتشربو، كيهضم الماكله وما كيخليش لك الدسم يوقف، وكديجيرو مزيان مزيان، وكيميقر كيحيد الكرش وكلشي. جربوا هذا العصير، غير النعناع والحامض تقطعوه وتكبوا عليه هذا والماس، كيجي واعر خاطر خاطر العصير. ما تشهوش تشبعوا من عطينا، كنتغدى وكنشربو كيعجبني بزاف. عرفتي كنا كندير كاس ملي كنتغدى بحال هكايا، وقبل الفطور تا هو كنشربو، عرفتي زوين كيخلي لك المعده ما كتحمض ما حتى شي حاجه، غزاله غزاله غزاله. وانا كنشرب معاكم، وانا راكم عزاز عليا في القلب بزاف بزاف. عرفتي زوين، عرفتي كتحسوا فيه كيديجيري لكم مزيان مزيان. وكنشري من ليدر، انا رخيص ماشي غالي. وهو هذا شتو راه صابطو قدامكم، ها هو هذا الكاشو كيدير غزاله غزاله. وبالسلام عليكم، ولا فيديو القادم ان شاء الله يا رب، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. واللي عجبو الفيديو ديالي بورطاجيه في المنتدى، عنده ما خاسر ما تاش حاجه، غير يهز الفيديو ويحطو عدو خوتي خواتاتي، كنبغيكم من القلب. والتحيه خاصه لكم بزاف بزاف، موح عليكم.